وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من القاهرة سعادة السفير محمد منيسي، سفير مصر السابق لدى قطر. مساء الخير سعادة السفير. اليوم والعالم يحتفي باليوم العالمي لحقوق الإنسان، نجد أن النظام القطري مستمر في انتهاك حقوق الإنسان وخاصة العمالة. بصفتك سفيرا سابقا لدى الدوحة، كنت قد صرحت سابقا عن انتهاكات حقوق الإنسان، ما أبرز هذه الانتهاكات التي شهدتموها في الدوحة؟ مساء الخير للسادة المشاهدين. خليني أوضح لحضرتك نقطة، أن أنا صلتي بهذا الموضوع ليس فقط كوني كنت سفير مصر في قطر، ولكن أيضا أنا كنت مسؤول عن ملف رعاية المصريين في الخارج والشؤون القنصلية في الوزارة في الخارجية المصرية. وبالتالي مسألة أو حقوق المصريين اللي موجودين في الخارج ليس يعني ملف ليس بغريب عني بحضرتك. نعم. فللأسف الدوحة تحولت من يعني حتى فترة حكم الشيخ خليفة رحمه الله اللي انتهى في يونيو 95، كان لم يكن لدي أي مشاكل مع الدوحة أو للعمالة المصرية أو للجالية المصرية في الدوحة، سواء من ناحية من المستحقات المالية أو ظروف العمل نفسها أو الامتيازات اللي موجودة في عقد العمل اللي موجود بين المصري وبين المشغل القطري. إنما للأسف الشديد بعد الانقلاب، انقلاب الشيخ حمد على والد الشيخ خليفة وتوليه الحكم، بدأت المسائل تسوء. وأنا يمكن أتذكر لما حضرت للدوحة للعمل كسفير لمصر بها سنة 95، فوجئت أن الجالية المصرية كلها جالية طويلة الأجل في الدوحة، مستقرة، مدة التواجد في الدوحة لا تقل عن 5 أو 10 سنوات، وفي حالة استقرار كامل. بعد كده للأسف بعد وصول حمد بن خليفة للحكم الأمور تغيرت تماما، وأصبح وفي يمكن كان في فترة وصلت الأمور إلى أزمة شديدة بين تواجه الجالية المصرية في الدوحة. بعد تركي للدوحة ذهبت كسفير لمصر في قطر، ثم عدت إلى الخارجية المصرية وأصبحت مسؤول عن ملف المصريين في الخارج. توجهت عدة مرات إلى جنيف واطلعت على ملفات الدوحة في لدى منظمة العمل الدولية. الحقيقة كانت الأوضاع بقت شديدة يعني مؤسفة حقيقية يعني حضرتك، والمخالفات القطرية لحقوق الإنسان لم تتوقف عند الراتب والمستحقات المالية، بل تمتدت أيضا إلى ظروف العمل، الظروف المعيشية للعمل. وأصبح العامل الأجنبي الذي يأتي للدوحة للعمل يقاسي من الظروف المعيشية الصعبة جدا، وقطع المستحقات وتقليلها بدون أي داعي، وتغيير شروط العقد وحرمانه من الأجازات والرعاية الطبية، كل شيء الحقيقة حضرتك. نعم. ثم بدأت المسألة تسوء. أنا استمرت أتابع حتى 2016 هذا الملف من الخارجية المصرية. ساءت الأمور بشدة بعد فوز قطر بفكرة أو عملية استضافة كأس العالم. وبدأت الدوحة في إنشاءات ضخمة جدا لتعويض عدم وجود استادات ولا أماكن إقامة ولا كل شيء هاي كان ناقص في الدوحة. للأسف الأمور وصلت إلى مرحلة إن في عدد ضخم من العمالة الأجنبية وخصوصا من نيبال توفوا في الدوحة نتيجة سوء ظروف المعيشة والإقامة، وأصبحوا غير قادرين حتى على تحويل جزء من مستحقاتهم، جزء ولو بسيط يعني من مستحقاتهم لأسرهم في نيبال وغير نيبال الحقيقة.
فالوضع يعني انا بستعب يعني بشعر باندهاش شديد عندما تتحدث الدوحة عن حقوق الانسان وتهاجم بعض الدول. نعم سعادة السفير، هذه هي النقطة، بأن الدوحة دائما تدعي بأنها دولة مدنية، دولة قانون، دولة تحمي الحقوق المدنية للمقيمين وحتى للمواطنين، ولكن بحسب الأدلة والشواهد نجد أن النظام القطري لا يبدي أي جدية في التعامل مع الملف الحقوقي وتحسين الأوضاع للعمالة. ما تعليقكم على ذلك؟ ما هو ده للأسف، هو ده التناقض الموجود في سياسة قطر الخارجية والداخلية كمان. الحقيقة يعني هي تتحدث عن ازاي انها نجحت في استغلال العائدات الهائلة اللي جات لها من بيع الغاز الطبيعي لتحسين ظروف معيشة اهل قطر والشعب القطري نفسه، وعدده محدود، عدده لا يتجاوز ال 200-300 الف نسمة، وكانت ممكن ان تتحول الامور الى يعني تتحول الدوحة الى جنة للمقيمين بها، ولكن للأسف الشديد لم يحدث هذا. أصبح التعامل مع ملف العمالة الأجنبية سواء عربية أو أجنبية بمعنى الكلمة، يعني أصبح التعامل أبعد ما يكون عن حقوق الإنسان. وده على فكرة ده أنا بتصور إن ده، أو أنا متأكد إن ده مش لا 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 يختلف عن الازدواجية اللي موجودة في سياسة قطر سواء الداخلية أو الخارجية. نعم. قطر دائما تتحدث عن مسائل جيدة جدا وتتفق مع كل القوانين والشرائع، ولكن أفعالها تختلف تماما عن هذا. نعم سعادة السفير، ولو أن حتى المواطن القطري يعاني أحيانا من انتهاكات لحقوق الإنسان. من القاهرة سعادة السفير محمد بنيسي سفير مصر السابق لدى قطر، شكرا جزيلا لك.